ولمناقشة قضية ما يحدث في قضاء الطرمية شمال بغداد والاستهداف الممنهج لسكانه، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جاسم الشمري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. هل ما جرى في الطرمية من مقتل لآمر اللواء 59 العميد علي الخزرجي، والذي هو محل شكر وتقدير من سكان الطرمية، عملية إرهابية فعلا كما تروج الحكومة والإعلام الطائفي؟ طبعا، بداية تحية لكم. أنا أعتقد أن العمل الإرهابي هو كل عمل يستهدف الأبرياء والمدنيين دون وجه حق، وبالتالي لا نريد أن ندخل في قضية هل هو عمل إرهابي أم لا. أنا أعتقد أن الرجل كان محبوبا من قبل أهالي الطارمية، وبالتالي لا توجد مصلحة حقيقية من قبل أهالي الطارمية في تخريب هذه العلاقة ما بين أهالي المنطقة والدولة بين هلالين. وبالتالي نعم، أعتقد أن الذين استهدفوا العميد الخزرجي كانوا يهدفون إلى تخريب حالة السلم الموجودة ما بين الأهالي والحكومة أو القوات الحكومية من أجل تحقيق أهداف معينة. عليه أعتقد أن العمل الإرهابي يفترض بالحكومة أن تعرف من هم الإرهابيون الذين قتلوا آمر اللواء. نحن نتحدث عن شخصية تمتلك رتلا عسكريا كبيرا، وترجل من العربة، ثم بعد أن ترجل تم استهدافه من قبل القناص، وعليه يبدو أن الأمر مرتب مسبقا، وربما هنالك بعض الأفراد من داخل حماية الخزرجي هم مشتركون في هذه العملية وألصقت بأهالي الطارمية. ولا أظن أن أهالي الطارمية يعني يمكن أن يذهبوا إلى هذا المذهب، لأن هذا الأمر نعم. سيأتي عليهم بالويلات كما لذلك السؤال يجري الآن عن المستفيد وصاحب المصلحة الحقيقية من وراء هذه العملية، وما الأهداف كما تفضلت حضرتك؟ يعني إذا أجبنا عن هذا السؤال نعرف من الفاعل. أنا أعتقد أن المستفيد هم الذين يريدون أن يبقى العراق في حالة لا دولة. يعني الدولة لا تبنى إلا بالقانون، الدولة لا تبنى إلا بالسلام والأمن. وعليه أعتقد أن من واجب الدولة، أي دولة كانت التي تحترم نفسها، أن تذهب إلى ملاحقة القتلة والمجرمين. والدولة الناجحة والمتميزة هي التي تسعى إلى اكتشاف القتلة والمجرمين قبل حدوث يعني الجرائم. وعليه أتصور أن اليوم الحكومة في موقف حرج جدا، يعني حينما تغلق مدينة مثل الطارمية، أنا أسأل هنا لماذا لم تغلق مدينة زيونة بعد مقتل هشام الهاشمي؟ والتفاعل مع قضية اغتيال هاشمي كانت أكبر بكثير من التفاعل مع قضية اغتيال خزرجي. وعليه يبدو أن هنالك بعض القوى في العراق وجدت من الحادثة سببا من أجل تحقيق أهداف أخرى، ربما التغيير الديمغرافي. تعلم جنابك أن الطارمية هي منطقة مهمة، هي يعني تربط ما بين أربع محافظات عراقية، وهذا نعم، صلاح الدين ديالة. ما الذي يثبت على أن القاتل هذا، لو فرضنا أن القاتل من أهالي الطارمية، وأنا أستبعد هذا الأمر، ما الذي يؤكد على أن القاتل ما زال موجودا حتى الآن في الطارمية؟ الأمر المنطقة مفتوحة، وبالتالي يفترض بالأجهزة الاستخبارية العمل على إيجاد القاتل، وليس نعم، عقاب جماعي على هذا الطارمية. تماما كما تفضلت أستاذ جاسم، والتحشيد الجاري للقوات الحكومية اليوم ضد الطارمية يندرج كما يقول مراقبون، ولعلك تتفق معهم، ضمن خطط استهداف مناطق حزام بغداد المستمرة منذ سنين طويلة، ليذهبوا إلى مدينة زيونة ويحاصروا مدينة زيونة ويقصفوا مدينة زيونة من أجل يعني إيجاد قتلة هاشم. هذا منطق غريب، حينما يقتل أي شخصية في أي مدينة يتم استهداف هذه المدينة. هذا الأمر يعني أنه لا توجد استخبارات، لا توجد أجهزة قادرة على اكتشاف القاتل. وعليه أنا أعتقد أن الخلل كبير في المنظومة الأمنية العراقية. هم إن أرادوا أن يثبتوا أنهم دولة وأنهم يقودون العراق بطريقة مؤسساتية، عليهم أن يذهبوا
ويبحثوا عن قاتل، لا أن يذهبوا ويعاقبوا أهالي الطارمية عقابا جماعيا. القضية يعني تؤكد أن هنالك أهداف ميليشياوية يراد منها يعني الحاق مدينة الطارمية بالمناطق الأخرى من حزام بغداد، وبالذات منطقة جرف الصخر التي لحقها الأذى الكبير نتيجة على ذكركم لهذه المنطقة جرف الصخر. أستاذ جاسم، الأقلام والأصوات الطائفية تطالب بتطبيق نموذج جرف الصخر في الطارمية مرة أخرى، أي تهجير سكانها، تحويل المدينة إلى معسكر للميليشيات والحرس الثوري. أي مخاطر أمنية واجتماعية لهذه السياسة الطائفية التي يقومون بتطبيقها في منطقة تلو أخرى؟ هذا عبث، هذا عبث، هذه السياسة عبثية. هنالك سياسة حكيمة وهنالك سياسة عبثية. هذه السياسة عبثية. السياسة الحكيمة هي التي تستهدف المذنب فقط. أما قضية أن يعني معلوم أنه في القانون وفي الشرائع أن القاتل هو الذي يقتل، لا أن تقتل عائلة القاتل، ولا أن تقتل عشيرة القاتل، ولا أن تهدم مدينة القاتل. هذا الكلام فوضى، وبالتالي هنالك حالة من عدم تطبيق القانون. القانون العراقي، الدستور العراقي، القوانين الإنسانية تؤكد على أن العقاب يلحق القاتل فقط، ومن تعاون مع القاتل. الذي تعاون مع القاتل هو الذي يعطيه السلاح، الذي يعطيه المخبأ، لا أن يكون في ضمن المنطقة. ذلك لأنك لا يمكن أن تسيطر على الناس المتواجدين في الشارع. وعليه قضية العقاب الجماعي لأهالي الطارمية يجعل الدولة في موقف ضعيف، ويجعل الحكومة في موقف هش. وبالتالي أنا أقول لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يفترض بكم أن توقفوا هذه المهزلة، وأن تحترموا حياة الناس الأبرياقي الطارمية وغيرها. ذلك لأن الميليشيات هي قوات غير منضبطة، وبالتالي يمكن أن تسبب بكارثة جديدة في العراق، كما جرى في الموصل وجرف الصخر وغيرها من المناطق، وبهرز وغيرها من المناطق التي وقد استخدمت نعم وقد استخدمت آنذاك حجج، وهي تحرير وأنقاذ الناس من الإرهاب في ذلك الوقت. يعني كل هذا الذي يستخدم من أجل السيطرة على هذه المناطق أصبح مكشوفا بالنسبة للمتابعين وحتى للشعب العراقي. الذي يريد أن يحارب الإرهاب عليه أن يحترم الإنسان. الذي يريد أن يحارب الإرهاب عليه أن يحترم حرية المواطن. الذي يريد يحارب الإرهاب عليه أن لا يجعل من السجون والمعتقلات عبارة عن أماكن لتفريخ الإرهابيين الحقيقيين. ذلك لأن المواطن الذي يشعر بالظلم ويشعر أنه لا توجد دولة تسنده ولا يوجد قانون يحميه، سينقلب على القانون، سينقلب على المجتمع. وبالتالي الدولة الناجحة هي التي تحاول تخفيف حالات التأزم ما بينها وبين المواطنين، وتسعى إلى بناء حالة الثقة. أما أن تترك الميليشيات تعبث بالبلاد، فأعتقد أن هذه الحالة هي حالة تدميرية للسلم المجتمعي في البلاد، وبالتالي ستقود إلى الفوضى كما هو حاصل اليوم في العراق. وأعتقد أن هذه السبل كلها لا تخدم حالة بناء الدولة، وبالتالي نحن أمام استمرار حالة الفوضى بسبب يعني تغول الميليشيات في العديد من الملفات الأمنية والسياسية في العراق. من إسطنبول، الكاتب والباحث السياسي جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك.